مصممة كتشار كذلك لأول مرة في تظاهرة قفطان بكوليكسيون استلهمت فيها من ثلاث ثقافات مختلفة: ثقافة التبت بآسيا، الثقافة الأمازيغية اليهودية، والثقافة الروسية. والبعد الجغرافي اختفى تماما حينما مزجت كل ما ميز هذه الثقافات الثلاث على أرضية خصبة كالقفطان المغربي لتزيده بهاء. اشتغلت على أثواب من قبيل مبرا ساتان دوشيز، عليها تطبيقات من ساتان المطروز، كذلك الشانطون دو سوا والتافتا واللامي ديال الحرير. هناك جرأة في مزج الألوان، ألوان صاخبة زينت بتقنيات بحال السواق ديال المعلم والطرس والتنبات. البعد الثقافي للحضارات الثلاث يظهر جليا في الرسومات والتطريزات الواضحة والألوان الجريئة، كذلك مزيج غير معهود للألوان على شكل دعوة للسفر من خلال هذه التشكيلة المزينة بأكسسوارات نحاسية مطلية بالذهب. عمل جميل جدا يوحي كذلك بعمل الصائغ للمجوهرات من خلال القطع اللي قدمتها هدى لاريني. هي الأخرى بأكسسوارات على شكل تيجان أو ديكواف، تشكيلة هدى لاريني غنية بغنى الثقافات الثلاث اللي اخترتهم كتيمة، وهم الثقافة الأمازيغية اليهودية، الثقافة الآسيوية من التبت، والثقافة الروسية، في أول ظهور للمصممة لجمهور تظاهرة قفطان.